يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في الحلقة رقم 22 من دورتنا اللي بنعمل فيها تطبيق باستخدام الرياكت نيتف وي اس في دوت نت كور سيرفر اي بي اي. حلقتنا لليوم راح تكون على الاي بي اي، راح نضيف اللي هي السواجر دوكيومنتيشن للاي بي اي. ايش السواجر وايش الفائدة من هذا الاشي وليش بدنا نضيفه؟ هسه احنا عملنا تو كنترولرز حتى الان، وراح نعمل كمان اعتقد كمان اثنين مبدئيا يعني، والمشروع تبعنا راح يبلش يكبر يعني. ولقدام طبعا ما راح نشيل، اذا في عندي اي اضافات زياده ممكن احنا نضيف كنترولرز زياده او نضيف اند بوينتس. فبهاي الحاله احنا عارفين انه المشروع تبعنا يعني مستقبلا راح يظل يكبر وما راح يضل. ففي عندنا بصير مشكله انه وين الاي بي ايز تاعوني الاند بوينتس اللي احنا عملناهم، كيف بدي اتذكرهم كلهم؟ إذا بدي مثلا أشوف غرفة معينة أو إشي معين، بعد فترة ممكن أنا أنسى إنه مثلا عملت لها أنا إند بوينت، أروح أرجع أعيد إيش إند بوينت جديدة. فبدنا إشي اللي هو يحط لي كل إشي عملناه أو يبين لي كل إشي الـ API تبعي بيقدر يعمله، تمام؟ فإحنا مبدئيا كنا نحفظ على البوستمان، نحفظ الـ إند بوينت بتاعتنا لما نعمل لها تيست، بس لا يعتبر يعني هو ممكن عملي يعني، مع انه احنا لسه بنبرمج، بس انه في طرق افضل اللي هي بتاخذ لي كل الطرق يعني، بتجيب لي كل اشي وبتحكي لي ايش الريكوست المفروض كيف يكون شكله، الريسبونس كيف راح يكون شكلها، ايش بتسوي هاي الاند بوينت وهكذا. هذا الاشي اللي هو بسموه اوبن اي بي اي، او احنا يعني المكتبه بتاعته اللي هي السواجر، تمام؟ راح نيجي احنا نضيفه على الاي بي اي تبعنا ونعمل شوية تنظيفات على أساس إنه كل ما كان أبدر هو فعليا كل ما كان أفضل، إنه إذا كان المشروع كبير راح نتغلب أكثر لما نيجي نضيفه، تمام؟ خلينا نروح على الكود. أول إشي بدنا نعمله بدنا نضيف المكتبة، نيجي على السيرفر طبعا يعني هاي من آخر مرة وصلنا عليه ما في عليه أي تعديلات، نيجي على السيرفر نعمل إيش مناج نوجت باكجز. الباكج اللي بدنا إياها اسمها swishbuckle.asp.net core، هو المكتبة اسمها سواجر بس اللي بيعمل لها implementation عندنا اسمه swishbuckle، المكتبة يعني اللي بتعمل implementation يعني. هسه هي مكتبة ممكن انا اخذها زي ما هي واعمل لها يعني احطها عندي يدوي، او انه اجي مثلا مكتبة بتعمل كل الاعدادات عني وبتريحني مثلا. فعندي المكتبة اسمها swishbuckle .asp.net core اللي هي أول واحدة، ها نعمل لها إيش install، نعمل accept، تمام هيك نزلت. الشغلة الثانية بنيجي على السيرفر كبسة يمين، بعمل أنا إيش properties، ننزل تحت بنيجي على البيلد، باجي على الأوتبوت. احنا تتذكروا كنا نعمل احنا لو تفرجنا مثلا على الكنترولر، اي كنترولر عندنا مثلا رومز كنترولر، كنا قبل كل ريكويست او كل اند بوينت نحط هاي السمري، هاي الكومنت، هاي اسمها XML كومنت. فحتى انا اطلعها بحط ايش بعمل XML documentation file، فهو بجيب انه بس نعمل build باخذ كل الكومنت هذول وبجمعهم بملف. الملف هذا احنا بس بدنا نحط اسمه، هان ما بدي باث، بس الاسم تبعه بلزمني، نسمي شو ما بدنا. احنا سميناه مثلا yourchores.server.xml، تمام هاي حفظناه، تمام نعمل ايش حفظ. هاي بالنسبة للبروبرتيز طبعا نطلع منها. هسه الشغلة الثانية نيجي على الستارت اب، تمام نيجي بعد الايديتي ممكن بعمل services دوت اد سواجر، اد سواجر جنريشن كي بياخذ اوبشنز تمام. هسه بدنا نعدل على الاوبشنز وهي بنحط السيمي كون. هسه في اشياء لازم تكون يعني دائما موجوده عندنا، اللي هي اول شيء الدوكيومنتيشن. احنا في عندي انا كود ممكن ناخذ منه، عندي اللي هو سواجر دوكيومنت، هاي اللي بتخليه يعني يستعمله، اللي هو بحكي له طبعا حتى نستعمل اوبن اي بي اي انفو بدنا نعمل يوزنج باكبس كنترول دوت بحط ايش يوزنج اوبن اي بي اي مودلز. فعندي هذول الاثنين اللي زادوا
هو الـ Open API أو بس هاي مبدئيا، بس هاي راح يزيد كمان أشياء. تمام، هاي احنا ضفنا هاي، لحظة خلينا نشوف ايش المشكلة حاليا. missing، اوكي هاي هسه راح نيجي عليها. تيجي على كمان على كود عندنا، في عندي هسه security schema. احنا هسه لو عملنا بس هاي، هاي تعتبر كافية، بس ما انه احنا مستعملين جي دبليو تي بيرر اوثنتيكيشن، فانا بدي الدوكيومنتيشن تاعتي يعني. هسه بس نشوف احنا لو شغلنا هسه، خلينا نشغل بعدين نضيف هذول. لو خلينا هذول وبس بلزمني كمان الكستوم سكيم اي دي اللي هو ايش اسم الريسبونس. احنا لما استعملنا، لو جينا على الاي بي اي موديل، لو جيت مثلا على اي وحده فيهم، انا عندي ايش ريكويست، تمام، بس هاي الريكويست نستد انسايد ايش، يعني معمول لها نستنج انسايد كلاس ثاني. فإذا خلينا ياخذ بس الاسم، فبكون في عندي ايش وحده هان وحده هان، في اكثر من وحده متشابهات، هذا الاشي ما بزبط معه، فلازم يكون عنده اليونيك تقريبا. فاليونيك احنا بناخذ الفول نيم، فشو بعمل هان اللي هو كستم سكيم اي ديز، ناخذ مثلا اكس اكس دوت فول نيم. تمام، هاي اللي هو ايش تو يوز يونيك نيمز وذ ريكويستس and responses. تمام، هاي اللي هي الادنج دوكمنت. خلينا هسه نتفرج نشوف شو بيطلع. ادنج اللي هو سواجر دوكمنت. طيب مبدئيا احنا بنوقف هان، هسه بنضيف باقي تبعون السكيورتي، هسه بنحكي ايش اللي بيفرق. هاي اللي هو ادنج سواجر تو اور ابلكيشن او اور سيرفر. طبعا احنا هان عملنا له سيتنج بس احنا لسه ما شغلنا، حتى نشغله بدنا نيجي هان، ما بفرق وين، بحط ايش اب دوت يوز يوز سواجر. طبعا خلينا نتاكد هاي بتاخذ اشي. جينا تحت في عندي يوز سواجر، هاي جاهزه، بس احنا بدنا اياه كمان يعطيني صفحه. هسه بنشوف الصفحه بعمل ايش، يوز سواجر يو اي، وبدنا نمرر له الاتي زي ما هي. هسه بنحكي ايش بتعمل. هاي بتحكي لي انه الاند بوينت او يعني هسه بس نعمل احنا اليوز سواجر، بيطلع لي هذا الملف. تمام، فهذا الملف اللي بده ياخذ منه المعلومات يعني. تمام، اليو اي راح تاخذ المعلومات من هذا الملف. طيب هسه في عندي هاي كمان بدها ايش، يوزنج سويتش باكل، اوكي سواجر اي دي 100%. هاي دوكمنت اكسبانشن ما بعرف ايش بتعمل بالضبط. كنترول ديفولت اكسبانشن سيتنج فور اوبريشن تاجت كان بي، اوكي ما بتلزمنا حاجه، خليها هنا. تمام، نعمل حفظ، نعمل هسه بدنا نعمل ران. بس طبعا قبل ما نعمل ران شو لازم نعمل، نتاكد من الاي بي، نعمل اي بي كونفج كونفج. طبعا احنا لقينا المشكله تاعت انه بيطول بغض النظر عن الاي بي، فبشكل عام احنا هاي خلاص راح نحطها نجمه. دائما اول كول على الاي بي اي بيطول شوي، يعني ما بينت معنا ليش المشكله. فمبدئيا احنا راح ننسى الموضوع، نيجي على اللانش يو ار اي يو ار ال، بدنا نخليه ايش سواجر. طبعا هو حتى الناس سواجر لانه راح نحذفها تاعت الفوركاست. بس كمان شوي بس خلينا نشوفها على الهاي، بس خليه ايش يفتح لي مباشره ايش السواجر. نعمل ران، اول شيء بعمل بيلد سوليوشن. طبعا في شغله زياده هان، احنا عملنا الدوكيومنتيه، خليناه يطلع لي ملف الاكس ام ال، فخلينا نضيفه كمان اوبشنز دوت اللي هو اكتب اكس ام ال، هي انكلود اكس ام ال كومنتس، وبدي اعطيه الاسم. احنا شو سميناه، كان يور سيرفر يور شورز دوت سيرفر دوت اكس ام ال. اذا بنتفرج مع انه احنا سميناه مباشره بنلاقيه طلع لنا هان، نيجي هان بنلاقي ايش هاي الملف طلع. تمام، لو عملنا هسه مرة ثانية build خلينا نحط الكومنت include the comments that we wrote in the documentation. تمام، هسه بنعمل run. تمام، هذا السواجر يو اي، هذا اللي احنا صادفناه. ايش بنلاحظ؟ بنلاحظ عندي الكنترولر تاعتي هون، كنترولرز. هسه جينا على الاوثنتيكيشن كنترولر مثلا، بيعطيني ايش الاند بوينت تاعتي،
انا عندي مثلا الريجستر، عندي اللوج ان. طبعا احنا الريجستر ممكن ناسيين نكتب لها كومنت، هسه بنرجع لها. اللوج ان مثلا كاتبين لها كومنت، هي طلع عندي هان. لو جينا مثلا على اي وحده، لو بدوروا على اللوج ان بعطيني ايش؟ بعطيني نافذه اقدر اجربه. اول شيء بعطيني ايش المفروض احنا نسجل او ايش ندخله، وبعطيني كمان ايش كيف الريسبونس ممكن تطلع، تمام؟ وبعطيني مجال اجرب. مثلا لو قلنا بدي اعمل ريجستر، طبعا بنتفرج هاي الايميل لانه اوثنتيكيشن حاطينه ايميل، شو قال لك هان، هاي بدها ايميل، تمام؟ فلو قلنا مثلا تراي، طبعا احنا لو استعملنا مثلا يوزر واحد، سترينج واحد، قيمة السر 123 123 123، خلينا احنا ثابتين عليها شوي، نعمل اكسكيوت، تمام. هاي اجتني الريسبونس، عمل لي واحد جديد، اموره تمام. هسه لو اخذنا مثلا اليوزر نيم، بدي اعمل لوج ان، نيجي على اللوج ان، بعمل تراي، باخذ ايش؟ بحطه هان، بحط كلمة السر 123 123 123، بعمل اكسكيوت، هي عمل لوج ان واعطاني التوكن، امورنا تمام. يعني ايش؟ انا تقريبا بقدر استغني عن البوست مان بهاي الحالة. بس في عندي مشكلة، انا هسه عملنا لوج ان، عملنا كل شيء، بس بدي اروح مثلا على الرومز، وين احط الاوثنتيكيشن تاعتي؟ التوكنز، التوكن اللي طلعناها وين احطها؟ هاي يعني مش موجودة. فخلينا نشوف كيف انه نضيفها. حتى نضيفها خلينا نوقف هذا اول اشي، نيجي على السواجر هان، خلي هذول يكونوا بعد هاي. مثلا نعمل options dot add security definitions، نيجي خلينا احنا ناخذها من هان، يعني ما في ضرورة انه ارجع اعيدها كاملة. اول شيء هي بدنا نعمل security schema، ناخذها نحطها قبل هاي، تمام. راح تاخذ اول شيء ديسكريبشن، هاي يعني الكلام اللي راح يحكي لك اياه قبل التكست بوكس تبع الاوثنتيكيشن. نحكي له شو اسمها، هذا الاسم اللي بيجي بالهيدر. احنا اذا جينا على البوست مان، خلينا نروح على البوست مان، خلينا بس نعطي شرح بسيط كيف بتشتغل اصلا الجي دبليو توكن. لو جينا على الاي كول لنا اوثرايزد، مثلا عندي التوكن لوج ان، هذا اوثرايزد، تمام. احنا بنحط التوكن هان، لما نيجي على الهيدر شو بنلاقي؟ حطيناها بس هو باي ديفولت بيعمل لي authorization، هي كي، وبعطيه ايش؟ الفاليو، تمام. فهاي شو اسمها؟ authorization، هذا الاسم اللي بنستعمله هان. بقول لي وين بدك تحطه؟ بنحطه في الهيدر. ايش التايب تبعها؟ HTTP، تمام. انه احنا الكول HTTP. ايش السكيمة تاعتها؟ بيرر اسمها، هذا بحط لي اياها قبل نتفرج. احنا عندي بيرر، بعدين مكتوب ايش؟ التوكن. احنا هان بنحط ايش؟ التوكن، هو لحاله بضيف البيرر. فهان احنا بنعكيره انه السكيم تاعتنا بيرر، بسوي لي اياها، والرفرنس هاي يعني كمان اضافة انه بيرر توكن، تمام. هسا احنا بدنا نعمل add security definitions، وبنمرر ايش؟ السكيمة، نعطيها اسم طبعا. خلينا نشوف شو سميناها هان، مثلا سميناها بيرر، ونعطيها ايش؟ security schema، تمام. هسه هيك احنا بضيف لي هو كبسة، وبيعمل لي ايش؟ بخليني اقدر افوت التوكن تاعتي هاي. او احنا ممكن هاي ما بدنا اياها، نخليها كلها جوا الطلب احسن، يعني لانه ما بنستعملها مرة ثانية، نحطها هان، تمام. طبعا احنا ما حكيناش عنها قبل، بس نقدر احنا نعمل نيو للكلاس زي هيك او زي هيك، ما بفرق كثير. يعني هذول القوسين طالما انا بدي افتح واحط فيه المعلومات، لو حطيت قوسين او لا ما بفرق، بس انا بحب احط قوسين حتى يبين معي انه في نيو كلاس، هذا نفس الشيء. anyway نيجي هان بنحط ايش؟ adding the bearer token authentication option to the UI، تمام. هسه اخر اشي بدي احكي له انه استعمل البيرر توكن مع الاند بوينتس. كيف بنحكي له هذا الاشي؟ نيجي هام بنحط add security requirement، تمام، اللي هي ايش؟ use the token provided. اوكي احنا عشان هيك بدنا السكيمة. طيب خلينا هسه بنرجع نطلعها برا. provided with the endpoints call، هاي بنرجع ناخذها برا، اوكي ما في مشكله كثير. نيجي هان بنعمل var security
سكيما تساوي حط هاي ديفايننج ديفايننج ذا سكيورتي سكيما. تمام، هان استعملناها، هان هي سكيورتي سكيما، سكيورتي سكيم هان بنحكي له شو الاسم تبعها، طبعا الاسم بده يكون نفس اسم الريفرنس، وايش السكيورتي سكيما تاعتنا. بغض النظر يعني هذا هيك يعتبر جاهز الكود. هسه في شغلة ثانية، هذا عملناه هيك اموره 100%. شغلة ثانية، احنا هذول او السواجر بشكل عام ما بدنا نستعمله، او بالنسبة لحالتنا ما بفرق، بس هو بشكل عام عادة احنا is in development. هاي كيف ناخذها، بدنا نشوف اوكي حتى نفحص انه هاي موجودة عند ال environment. اوكي، فبنعمل هان if environment dot is in development او is development. هاي بجيب لي انه احنا حاليا بالديفلوبمنت ولا برودكشن. احنا السواجر مبدئيا بنخليه فقط في الديفلوبمنت، ممكن انت تستعمله للبرودكشن ممكن لا، بس احنا مبدئيا راح نخليه فقط للديفلوبمنت. وها بنحكي له ايش، if is in development use swagger swagger and هاي add swagger UI. تمام، نعمل هسه ران، خلينا نشوف الاوثنتيكيشن اللي عملناها ايش اثرت. تمام، هسه لو رحنا على الاوثنتيكيشن، رحنا على اللوج ان، عملنا احنا الواحد قبل شوي، نعمل تراي اوت كان سترينج 1، وهاي ايش 1 2 3 1 2 3 1 2 3. نعمل اكسكيوت، عمل لوج ان واعطاني توكن، ناخذ التوكن هاي كوبي، روح على فوق بنلاحظ عندي ايش authorize، بكبس عليها بحط الفاليو هاد، هاي عملت بيست بعمل authorize بعمل close. بنروح على اي كود ثاني، مثلا لو رحنا على الرومز بدي ايش، طبعا ما في له روم لانه عملنا له هذا جديد، بس عملت try it out بعمل execute، بيعطيني response انه ما في rooms success، ما فيها مشكلة بس انه ما في rooms. لو قلت له مثلا get my info، عملت try it out نعمل execute، نلاحظ انه ايش رجع لي الانفو تاعتي 100%. هاي بشكل عام هيك تقريبا يعني سواجر عملنا له implementation. فقط استظل انه نضيف comments للاشياء اللي ناسيين نعمل لها comment. هان تقريبا الرومز كلها عملنا لها، بس في شغله كمان اللي هي انه الريكوست والريسبونس احنا مش عاملينهم، فراح نعمل لهم كمان. طبعا اذا بنتفرج تحت بعطيني السكيما، بعطيني شكل المودلز تاعوني، انه مثلا الريكوست كيف شكلها، الريسبونس كيف شكلها، ايش الاشياء اللي معموله عندي، مثلا انه هاي ممنوع نلبل، هاي لازم تكون سترينج اللي عليها مثلا احمر لازم تكون موجوده، وهاي الاشياء طبعا يعني هاي مثلا فائدته وين اكثر اشي بتكون. لنفرض مثلا انا اجاني مثلا كاستمر بده اي بي اي، فاحنا عملنا الاي بي اي ووظفك ما متفق عليه وامورنا تمام، بس انا كيف بدي اورجي الكاستمر انه الاي بي اي هذا اموره تمام؟ يعني بتعرف يعني ممكن كاستمر جايك ما بفهم في الامور يعني، فك اي بي اي مش راح تروح انت على الكود وتورجيه انه هاي عندي الميثود هاي بتسوي هيك، هاي الميثود هاي بتسوي هيك. فمن الطرق انه عن طريق السواجر بتقول له هنا انا عندي هاي الكنترولرز، عندي هاي الاند بوينتس، كل اند بوينتس هاي مشروح شو بتعمل، بتقدر تقعد وتجرب. طبعا هسه بس نعمل كومنتس ببين لنا هسه باي ديفولت هي اخذ سترينج كذا، بس احنا بنقدر نعمل لها ايش اكزامبل. خلينا نروح احنا هسه على الكومنت نكملهم. لو جينا هسه لما فعلنا احنا على السيتنج تاعت السيرفر، لما عملنا بروبرتيز وفعلنا الاكس ام ال دوكيومنتيشن، صار يعطيني وارنينج على المكان اللي ما فيه دوكيومنتيشن، يعني هاي الدوكيومنتيشن تاعته لا تعتبر كافيه. بس هاي احنا فعليا ما بتفرق عنه لانه مش مستعملينها في الاي بي اي، بس ممكن احنا نعمل the start up of our server. طبعا قبل ما نكمل اول شيء بدنا نحذف الفوركاست انه خلص هيك خلص دوره، تيجي على الويذر فوركاست ديليت، بنلاقي في عندي ملف ثاني برا اللي هو المودل تبعها كان، نعمل له ديليت. تمام، بنعمل حفظ. خلينا نكمل هسه، بس بدنا نحط كومنتس لكل شيء. قلنا هاي كونستراكتور
طبعا هاي ما لها لازمة، خليها برايفت، مش مستعملينها برا يعني فعليا. برايفت ريد اونلي فيلد بدون الجيت، وعملنا لها ار ار، بعمل اندرسكور كونفيج يوريشن، انه حتى يظل كونسيستنت مع ايش اللي احنا عملناه. احنا كل اللي جبناهم من الديبندنسي انجكشن عملناهم ايش ريد اونلي فيلد، وهيك عملناهم، فراح حتى يظل كونسيستنس ما بدنا نغيره. هان نيجي هاي، احنا عاملين الكلام بس ايش مش الفورمات الصح، فبنعمل زي هيك ونعمل لصق نفس الاشي لهاي. امورنا هيك، خلصنا من هذا الفايل، فيش فيه وارنينج. نروح هسه نبلش من فوق لتحت نعمل الكومنت. هذا كمان سبب من الاسباب انه حكينا بدنا نعملها بدري، حتى انه لو تاخرنا اكثر راح يكون عندي ملفات اكثر اعمل لها. if the call was successful هاي the errors، if not successful هاي ما بتحتاج. adding an error to the error list، تمام. هاي احنا عاملين لها هاي فقط انه ايش the response data، تمام. هيك خلصنا من اول فايل، نيجي على اللي بعده. طيب هسه هان راح يكون في عنا اشياء مختلفة شوي نعملها. طب احنا الموديل نفسه اعتقد راح ياخذ فقط اللي احنا بنعملها على الريكوست، بس ما فيها مشكلة. the API model for changing the name of a user، the first and last. طيب هاي ايش the request model. طيب نيجي هان first name، نحط هذا first name اللي بدنا نضيفه. لو جيت تحتها عملت انتر بكتب ايش example، بنحط له example، هاي بصير يعطيني اياها هناك. مثلا احنا خلينا نعمل example لإلنا، مثلا من بغض النظر، هاي خلينا مثلا first name. بس انه يعني في حال مثلا بدك تعمل انت production او شيء، ممكن يعني تطلق العنان لخيالك زي ما تقول. last name نعمل هاي example ثاني اللي هو last name بدون space، تمام. هاي خلصنا منه. اللي بعده change password، هاي ما راح نحط example. راح نيجي احنا هان هاي راح ننسخها لانه راح تكون نفسها the API model for changing the password، تمام. request model the old password، the new password. طبعا ممكن تحكي انه هو نفس الشيء كاتبين، بس انه لازم نعمل هيك حتى تطلع. في اشياء تطلع واضحة فعليا انه تسميتنا صح، في اشياء واضحة بدون الكومنتس، بس هيك الـ يعني الـ best practice، تمام. API model for creating a room، هذا سميناه حكينا اللي هو request model، وهذا response model. طيب نيجي على الريكوست موديل، هاي روم نيم، ذا نيم اوف ذا روم، بدنا نعمل له اكزامبل طبعا، او سميناها مثلا ادمز هوم. نيجي على الالاود ممبر تو بوست. طيب في شغله سريعه ما انه احنا مشينا عنها، معموله فكرت انه مش عامل انا الماكس لينك. اوكي لو جينا هان الالاود ممبر تو بوست giving the ability to room member to share shorts، تمام.
بالنسبة للريسبونس the created room name هاي the created room if the created room allow members to post. تمام هيك خلصنا منها. هي تقريبا يعني بضل ترتيب بس في اشياء احنا بدنا نتأكد منها. طيب قلنا API model to invite a user to join a room. هذا حكينا اللي هو request model. هذه the ID of the room. بدنا نعمل example واحد مثلا. هاي the ID of the user. بدنا نحط example. خلينا ناخذ احنا مثلا لو رحنا على البوستمان جينا على اللي هو invite user على البادي في عندي هاي ID بنحطه. طبعا درجة انسخ هاي على اساس نستعملها لقدام. نعمل حفظ هذا خلصنا منه. نروح اللي بعده join. حكينا API model to join a room to send join request to a room. حكينا هاي نعمل هاي the ID of the room. نعمل example حط ايش واحد مثلا. طبعا تقدروا انتو تسرعوا الفيديو انه هذا كله رح نعمله زي هيك. الافضل انه تكتب يعني في حال مش حاب تعمل فممكن تسرع. API model of for the login. نيجي نعمل login. قلنا هاي request هذه response response model. طبعا enter شوي بعد عن بعض. طيب username or password you can either use your username or email. طبعا نعطيها example. أعتقد كان تبعنا اللي هان لو قلنا مثلا login رحنا على البادي كان QWER هاي الإكزامبل. هاي the password for logging in. طبعا بدنا نعطيها ايش إكزامبل يكون مثلا 123 123 123. تمام. هسا بالنسبة للريسبونس the authorization توكن 100%. نرجع اللي بعده. اعتقد احنا نسخنا هاي فبنرجع ناخذ هذا على اساس انه نرجع نستعمله. طيب هسه في شغله بالنسبه للريجستر هسه راح احكي فيها انتبهت لها انا يعني. هاي قلنا اي بي اي حتى هذيك كتبناها غلط. موديل فور ريجسترينج ان يو يوزر. نيجي هان حطها هاي. هاي بنشيلها نرجع نكتبها. طبعا قبل ما نكتبها انا عندي هذا اليوزر نيم ريكوايرد بس انا مش محدد الطول فهذه مشكلة. فبدي احدد الطول انا. احتمال هو ال شو اسمه ماكس لينك. احتمال الابليكيشن يوزر بشكل عام له طول معين لليوزر نيم بس احنا مش حاطينه هان. فبدنا نحط عادة يوزر نيم مبنية اكثر من 50. بلاش واحد يروح فوت اليوزر نيم 4000 سطر بخرب للدنيا. نفس الاشي للباسورد احنا حطينا ما بعرف احتمال حطينا هان ماكس لينك. خلينا نشوف احتمال نقدر نحط هان ماكس لينك بدل ما نحطه هناك. احنا عملنا required length بس اعتقد بقدر احط ايش ماكس لينك باسورد دوت ماكس لينك. اوكي مش موجودة هان. احتمال هي موجودة في مكان ثاني بس ما بدنا ندور عليها حاليا. فرح نحطها احنا نفس الاشي الباسورد ماكس لينك اللي هو 50. تمام. الايميل اي بي يعني الو ماكس لينك لو جينا عليه في 12 ممكن نتأكد منها هاي بس مبدئيا نعتبر انه مش محطوط وبنحط الماكس لينك. تمام. انه هذول الاشياء يمكن الاشي الوحيد اللي ما يعني
هسا في اشياء ثانيه احنا ما حطينا ماكس لينك، بس هم فعليا ما بتسجلوا في الداتابيس، يطلعون البحث والاشياء هاي، بس السهان هذول راح يتسجلوا في الداتابيس، فانا بدي يعني احصرهم. يوزر نيم عاده ما بطلع عن ال50، الايميل كمان ما بطلع عن ال50، باسورد اذا بدك تسوي اكثر من 50 ما بتقدر تحفظها يعني، ففعليا ما بطلع عن 50. فهاي ايش ذا يوزر نيم فور ذا نيو يوزر، تحط ايش ماست بي يونيك. بدنا نحط اكزامبل مثلا نسميه ادمز، ادم ذا ايميل اوف ذا نيو يوزر كمان ماست بي يونيك، نعطيه ايش اكزامبل، نحط مثلا ادمز ادم at gmail.com. نجي ايش the password for the new user، مبدئيا راح نحط must be more than 8 digits، اذا ضفنا بعدين ممكن يجي هان نضيف. نجي هسه بناخذ هاي نحطها هان the response model، تيجي هاي the user name of the created user، هاي the email of the created user. طبعا احنا ممكن نضيف example ها، بس احنا بدنا example بس على الريكوست انه هذا بتسهل لنا الحياة يعني، هذا راح يطلع اساس يعني string، فبس مش فارق كثير يعني، ممكن نضيف يعني، بس احنا يعني بالنسبة لنا مش عملية او مش فائدة لنا يعني، احنا بدنا نعمل له فائدة حاليا. هاي قلنا API model for the room rooms and wine. طيب اول اشي قلنا عملنا build، احنا مش مشكلة يعني control V اللي هو request model، هذا response model، اوكي response model، هذا الريسبونس العادي في عند detailed response، فاحنا بنحط هذيك detailed response. طيب response هذا ايش the name of the requested room، the ability او if the requested room allow members to host، number of bending shoes in this room، the highest urgency shoe from the bending shoes in this room. طيب هسه في شغله، مع انه احنا ضفنا هذول الثنتين باي ديفولت، مع انه عامل انهيرتانس راح ينضافوا هان، فانا ممكن الغي الانهيرتانس واخذ هذول او خليها ما بتفرق عنا، احنا مبدئيا راح نخليها، راح تظلها نل هي بس راح نخليها. تمام هاي قلنا نعمل لصق ديتيلد ريسبونس، فراح تاخذ نفس اللي قبل ونضيف عليها ايش ذا ممبرز اوف ذس روم و the bin، اعتقد احنا مررنا البندنج، ما بعرف احتمال كل الشورز ولا بندنج شورز، خلينا نحط احنا the shores of this room، خلينا هسه نتأكد منها، خلينا نتأكد منها على السريع. لو جينا على ال rooms controller رحنا على اللي هي detailed response، مش هاي هاي create room، ما بدنا create room، احنا نجي ننزل على ولا هاي بدنا ال get room by id، عندنا detailed response بالنسبة للشورز جبناهم كلهم، فتمام all the shores مش البنك. طيب هاي room member response model، راح يكون باخذ لو جينا على ال username، مش راح ارجع اعيدها يعني، او احنا لسه ما كتبناهاش اوكي، the first name of the member، the last member، اوكي. نيجي على الشور
تشور response model، يكون عندي تشور description، عندك if the chore is done the urgency of the chore. هاي ممكن نعمل ايش؟ واحد low، اثنين medium، ثلاث high. احتمال في طريقة افضل لنعمل هذا الاشي، بس مبدئيا احنا عملناه. نعمل حفظ، نروح اخر اشي اللي ظل عندي اليوزر اي بي اي موديل. حكينا اي بي اي موديل، اي بي اي موديل تو ريتيرن ذا يوزر انفورميشن. نيجي على الريسبونس، اوكي ذا ريسبونس موديل. نيجي هاي ذا اي دي اوف ذا يوزر، first name of the user، the last name of the user، the username، آخر شيء the email of the user. تمام، هيك خلصنا من المودلز. قبل ما نكمل نعمل كبسيمين كلوز اول دوكيمنت، نخلص منهم. نيجي هان خلصنا احنا اي بي اي موديل، نرجع على الاوثنتيكيشن. احنا هان عملنا مرة تمام يعني، بس خلينا نحط الكبيرة هاي اوثنتيكيشن رابر. رابر معناها انه اشي بيعمل راب يعني احتواء. تمام، بس احنا ممكن نعمل نفس الاشي للسواقر، احتمال نعمله لقدام، بس مبدئيا مش راح نعمله. يعني هذول اذا تعملوا authentication لما عملناهم، هذا كله بقدر احطه in line في الستارت اب زي ما عملنا للسواقر بالضبط، بقدر احطهم هان يعني. تمام، copy paste. احنا ممكن تحت السواقر ناخذها على ملف، بس مبدئيا مش راح نعمل. نيجي على authentication controller، على الكنترولر ده controller in charge of all the operation of the authentication، log in، sign، register، أمور هاي كلها. طيب نيجي على هذا، حكينا ايش default constructor. ممكن احنا نعطي details لكل واحدة، بس مش راح احط حاليا. طيب حكينا عملنا شغلة احنا قبل، هي بنعمل enter، باخذ من هان لهان، بكتب control k s، بعمل لهم group جوا region، نسميه ايش احنا، مش كلهم سوري، هاي من هان لهان كي اس سميناه اللي هو كونستراكتر. هاي انتر بنسكره، طبعا نعمل انتر بعديه وانتر قبله بنسكره. هذول بنسميهم ايش؟ برايفت فيلدز. مثلا كنترول كي اس ريجن بنسميه برايفت فيلدز، اعتقد كاتبها صح بغض النظر، بنسميهم هذول بنسكرهم هيك ارتب شوي. هسه بنيجي على الريجستر، مش عاملين طلعنا هو ايش، register a new user request model، له يعني اشياء، فاحنا مش راح نحط له هان اشي، ما عملنا احنا ابدا جواتها comments. فخلنا نعمل على السريع ثنتين هاي ايش، initiating the response model، قلنا هاي ايش defining a new user، a new user try to register the new user، if success عادة نعمل اذا لا، خلنا نعكس على السريع، if there was an error، اذا في error احنا عادة هيك الافضل نعمل blockage على errors، بتيجي بتاخذ هاي بتحطها هان تعمل ايش not، اذا ما عمل succeed في عندي error فبنعمل عملناها اوكي هاي adding the errors to the response اوكي return the response. تمام، في حال امورنا تمام، if success، if success
بابيليت او فيل ذا ريسبونس، وبعدين نعمل ايش؟ ريتيرن ذا ريسبونس، يعني هذا الاشي اللي بنعمله هان. طبعا هاي ريتيرن، اوكي نعمل حفظ نكمل. في عنا اشي ثاني هاي عاملين له امورنا تمام، نيجي على اللي بعده عاملين نيجي هان. اوكي ريتيرن ذا ريسبونس، تشينج نيم اول اشي بدنا جيت ذا يوزر تمام، تشينج user first and last name update و return the response تمام. طبعا احنا حكينا هاي مش راح يعطي error ابدا. نيجي هان قلنا get the user try to change the password. طبعا حكينا ليش ترايل، انه راح ياخذ الكرنت باسورد بعدين يجرب يعمل نيو باسورد. initiate the response طبعا اللي بنكتبه هان هذا ما بيطلع في الدوكيومنتيشن، بس هذا لنا يعني حتى اذا مثلا اجينا بعد فتره نتفرج على الكود نعرف. طبعا حكينا هاي لازم نعكسها، تاخذ هاي برا هاي جوا. اوكي if there is an error add the errors to the response return the response. ها كمان return the response. طبعا response مكتوبة صح. طيب get my info مش عاملينها، فخلينا ايش get the info او end point احنا سميناها end point to get the info of the logged in user تمام. get my info او نجيب ال user get the user او the logged in user هي initiate the response model تمام. fill the response model return the response model تمام. نيجي على الهلبر، هاي احنا عاملينها مرة تمام. هيك المفروض انه تمام. نقدر نروح على الايرور ليست، بنلاقي في عندي لسه عدة اشياء. نروح على البروجرام، حكينا بالنسبة للسي شارب هاي ذا انتري بوينت اوف ذا ابلكيشن. دائما السي شارب اول اشي بيتفرج عليه بروح على البروجرام على المين. فعندك الهاي ذا انتري كلاس، هاي ذا انتري ميثود، انتري method of the application، وهاي اللي هو ايش start building the services and بس services. اوكي ظل عندي اشي، بنيجي على error list في عنا هان للrooms controller. اوكي ما سميناها احنا ما كملناش، كملنا هاي. خلينا نروح على rooms. اوكي نبلش من فوق، هاي controller in charge of all the operations related to rooms تمام. نتفرج هان احنا عاملين comment امورنا تمام، الثانية كمان عاملين comment امورنا تمام، كل اشي مفروض هان عاملين له comment. طيب نيجي على الايرور ليست، شو طلع لنا؟ وين هاي؟ هاي بالغلط، خلينا نرجع نعيدها. بتاخذ هاي كنترول اكس، نعمل زي هيك get by name، هاي name هاي بتسمي مثلا the name of the room. طبعا هذا بيطلع لما يكون في عندي بارامتر بيطلع، فخلينا نحطه the id of the room. اوكي نرجع على error list، ما طلع عندي ولا warning. وعملنا start نتفرج كيف صار عندي السواجر.
في عندنا هسه الاوثنتيكيشن، اذا فتحنا عليها بلاقي ايش كل الامور تمام. اذا فتنا مثلا على الريجستر نلاحظ انه الاكزام بتاعتنا اجت، او نزلنا تحت مثلا على السكيم على الريكوست نلاحظ انه كل واحدة اعطاني ايش هي تمام. هسه لو جينا مثلا على الروم مثلا على الجيت بحكي لك انه عندك باراميتر واحد اللي هو اي دي، هو ايش اي دي اوف ذا روم تمام. بنحط على لو حكينا على تراي بقدر افوته، مثلا لو قلنا واحد بعمل اكسكيوت بيعطيني حاليا اكسبشن ايش ان اوثرايز. ليش؟ اعتقد انه انتهت الريجستر تاعتنا او انه ال get room by id. خلينا نشوف ال حكينا على اللوج ان، نعمل لوج ان لو اخذنا هذا نفس ما هو، نعمل تراي اكسكيوت عمل لي لوج ان، ناخذ التوكن عملنا لها كوبي نيجي هان اوثرايز. انه لما طلعنا لازم نرجع نعمل اوثرايز. اوكي نيجي هسه على الروم بعمل اكسكيوت جيب لي ايش الروم انفو 100%. حكينا بنلاحظ انه ايش لسه هاي موجوده بس احنا ما عبيناها، فممكن احنا نشيلها او انه احنا خلاص ما نستعملها مبدئيا ما رح نعمل شيء تمام. هاي بالنسبه لحلقتنا لليوم. طبعا هذا سواجر ممكن تضيفه على اي اي بي اي يعني بتعمله، مش ضروري فقط لعنا، كلهم نفس الميثود نفس الطريقه بالضبط. الكومنت نفس الستراكشر، وممكن حتى يعني في اشياء اسهل من عندنا لانه احنا السكيمه تاعتنا شويه مختلفه، انه احنا استعملنا ريكوست ريسبونس جوا، في ناس بيستعملوا مثلا ريجستر اي بي اي ريكوست موديل، فبصير عندنا مودلز زياده بس انه اسهل لهم للكتابه تمام. يعطيكم العافية، إن شاء الله بنشوفكم بالفيديوهات الجاية.